خالص الشكر والتقدير إلى الزملاء الأعزاء أطباء النفس في القوات المصرية المسلحة، وهم نماذج للعطاء سواء في ميدان الجيش أو في الميدان المدني. فأنا الحقيقة بشكرهم على تنظيم هذا المؤتمر، هذا التنظيم الجميل وهذا التنظيم الذي احتوى كل هذا العدد الهائل من طلابي وتلاميذي في مختلف جامعات مصر وعلى رأسها جامعة مصر. أنا مرحب بكم جميعا وسعيد أن أكون معكم النهاردة في موضوع الحقيقة موضوع حساس وخطير جدا، وهذا الموضوع له جوانب متعددة. هو موضوع suicide in adolescence، يعني الانتحار في مرحلة المراهقة. هنتكلم ايه هو suicide او ايه هو الانتحار، معدلاته ومميزات او السمات التي يتسم بها الافراد اللي هم عندهم الميول الانتحارية او اللي بيعملوا محاولات انتحارية، وبعدين هنقول ايه اسباب الانتحار، وهنتكلم عن عوامل اخرى ممكن يبقى لها علاقه بالانتحار، وهنقول ايه هي الريسك فاكتورز او عوامل الخطوره التي تشير الى احتمال حدوث الانتحار او ترجح احتمال حدوث الانتحار. وهنتكلم على الاضطرابات النفسيه ودورها في الانتحار، وهنقول ايه الأدوية اللي بتستخدم في محاولات الانتحار، أدوية طبية وللأسف بتستخدم في محاولات الانتحار. وبعدين هنقول احنا بنتدخل بنعمل ايه عشان نساعد المريض اللي حاول انه ينتحر. فطبعا حضراتكم عارفين انه السوسايد او الانتحار هو قتل الشخص لنفسه عمدا، يعني لو قتل نفسه، لو هو بيسقط الاريال فوق السطح ووقع مات، ده مش انتحار. الانتحار يبقى ايه؟ intended، لازم يبقى قاصد انه ينتحر. المعدلات الانتشار الحقيقه هتخطينا شويه، برغم انه الولايات المتحده الامريكيه بتصنف الانتحار كسبب عاشر للوفاه، إلا أنه للأسف الشديد هو السبب رقم 2 في وفيات المراهقين، وده بيشير إلى خطورة جداً. لأن المراهقين دول هم إيه؟ هم الأجيال القريبة جداً من أنها تقود المجتمع وأنها تحمل مسؤولية المجتمع، فلما ينتحروا يبقى إحنا في مشكلة. شايفين السلايد دي فيها ايه؟ وسمعتوا كلكم عن انتحار فتاة ست ستارز، وما ست ستارز منكم ببعيد، انها على بعد امطار، صح؟ خططنا، وهي اللي خلتنا اختار هذا الموضوع ليبقى موضوع المحاضرة اللي هقولها في هذا المؤتمر الجميل. هذه حادثة تانية هزتني جدا، حصلت الأسبوع قبل الماضي، شفت في الأهرام الكلام ده. 2 طلاب، واحد في كلية الطب في سنة تانية والتاني طالب في سنة أولى في كلية الهندسة، والاتنين في اسكندرية، وأجروا أوضة في فندق في وسط في بتاع ده في كورنيش اسكندرية أو في وسط كورنيش اسكندرية، وعملوا حادثة الانتحار بتاعتهم هما الاثنين بخنق نفسهم بأكياس بلاستيك، وكتبوا سابوا رسالة مكتوب فيها: لم نخلق لعالم كله كذب وخداع. إذا كان عالمنا بيخلي شبابنا يفكروا بهذا الشكل الخطير، فلا بد من وقفة مع هذا العالم كي يستوعب مثل هؤلاء الشباب ويحتويهم من الخطر المحدق بهم
وهو الانتحار. طبعا كلام خطير. البنت بتاعت ست ستارز في كليه طب اسنان، ودي واحد تاني في كليه طب في سنه ثانيه، ودي واحد تالت في اولى هندسه. الحكايه يعني الله ايه في ايه؟ هما اللي بيفكروا اذكياء، هما دول اللي بيفكروا ينتحروا، والباقيين لما مؤاخذه ما عندهمش دم. مش معقول في حاجه. الا لو بصينا للسلايد دي حضراتكم شايفين عندي بوينتر اللي راحت فين؟ عندي بوينتر هنا؟ ده بوينتر اشكرك. ايوه اهو. هو ماله بيلف عندك كده؟ طيب عموما دي دراسه اتعملت في 2006 على الاعمار من 10 ل 18 سنه. الفئه من 10 ل 12 سنه شايفين كان معدل المحاولات الانتحار بتاعتهم او اللي انتحروا اللي تم انتحارهم فعلا عدد قليل ازاي؟ زادت هنا من 13 ل 15 شويه، لكن الكارثه شوفوا هنا وصلت لكام؟ ل 11 في كل 100,000 من الوفيات. الكلام ده خطير جدا. وطبعا اكثرهم مين؟ الصبيان. البنات قليلين والصبيان اكثر. الكلام ده بيقول حاجة خطيرة جدا، انه في حاجة كان اسمها إريك إريكسون ايدنتيتي كرايسيس، ازمة الهوية. وانا اتكلمت عن ازمة الهوية وإريكسون كتير، لكن هنا بأكد على ان الايدنتيتي كرايسيس اللي كانت متصنفة في التصنيف الدي اس ام 4 اللي هو الامريكي الرابع كانت موجوده كاضطراب، ولكن تم تجاهلها في الخامس واعتبرت انها مش اضطراب. لكن الحقيقه إريكسون كان مصر على انها اضطراب، وانه عالج حالات كتير كان فيها الايدنتيتي كرايسيس دي، وهو نفسه كان عنده ايدنتيتي كرايسيس لانه اتربى مع اب غير ابوه، واللي هو الطبيب اللي كان طبيب الاطفال اللي كان بيعالجه واتسمى على اسمه، لغايه ما وصل لمرحله المراهقه فاكتشف ان ده مش ابوه، فبدا يغير اسمه وغيراه إريك ابن إريكسون، يعني إريك إريكسون ابن ايه؟ يعني هو ابن مين؟ ابن نفسه بالظبط كده. ف طبعا لما بتتحل أزمة الهوية بيبقى في نوع من الثبات الانفعالي لدى الشخص، وبيبقى عارف هو مين وعايز ايه، لان هما دول السؤالين المحوريين في أزمة الهوية. ولما بيجاوب عليهم الشاب بيبتدي يبقى عارف هو مين وعايز ايه، يعني معناها انه حدد مستقبله. لكن هنا زي ما انتم شايفين الصبيان بالذات او الشباب الرجاله هم دول اللي عندهم الازمه، لانه الولد بيبقى عليه مسؤوليات اكبر، المجتمع بيحط عليه مسؤوليات اكبر من الفتاه، وبيبقى عنده احساس انه مضغوط من كتر هذه المسؤوليات، ولانهم كمان في السن ده بيبداوا يسيبوا بيت الاسره وينطلقوا في المجتمعات الاوروبيه وفي امريكا، فعشان كده بيواجهوا ازمه هويه خطيره، وعشان كده معدل الانتحار فيهم عالي. طبعا بيقولوا ان كل سنه في 5400 انتحار او محاوله انتحار بتتسجل، وانه البولايت تينز اللي هم المراهقين اللي بيتم التنمر عليهم. احنا عندنا مراهقين في المدارس الثانويه ولا ما عندناش؟ تفتكروا معدل التنمر عندنا في مصر قليل واحنا شعب مثالي، ولا معدل التنمر عالي جدا وكتير منكم اتعرضوا له؟ حصل ولا ما حصلش؟ ده في منتهى الخطوره يا جماعه، لانه ده فعلا بيخلي الشباب دول او المراهقين دول يبقى عندهم ميول انتحاريه.
تعاطي جرعات عالية من الأدوية زاد في السنين الأخيرة، الست سنين الأخرانية، بنسبة 140%. هل ده بيتم صدفة ولا ده انتحار؟ ده انتحار طبعا. واحد من كل 5 من المراهقين بيفكر في انه ينتحر. ايه ده؟ يعني اي حد، اي لو خدنا منكم 5 هنلاقي فيهم واحد او واحده بيفكر في الانتحار. للاسف 8% بيحاولوا، 8% من الواحد اللي من 5 ده بيحاولوا الانتحار فعلا. اكتر من 90% من اللي فشلوا في انهم يحققوا نفسهم وبقى عندهم يأس واستسلام وتشاؤم فيما يتعلق بالمستقبل، دول حاولوا الانتحار. المعدل بتاع الانتحار 3 أو 8 في كل 100,000 من حالات الوفيات للأطفال والمراهقين اللي سنهم من 10 ل 19 سنة. معدلات عالية. فيه معدل اللي هو 9 في كل 100,000 في المرحلة من 15 ل 19، في مقابل أقل من 1 في 100,000 في اللي هم سنهم 10 ل 14. يعني معنى كده كل السن ما بيزيد، كل الإحساس بالمسؤولية ما بيزيد، وكل الإحباط من المجتمع ومن الواقع ما يزيد، وكل الإحساس بالثقة للدراسة وثقة للإنجاز يزيد. نسيت أقول لكم إنه في مرحلة أو في أزمة الهوية في عصر الزراعة كان سهل أوي تحديد الهوية. مجرد الشاب ما يبلغ ويبقى قادر على إنه يمسك الفاس ويضرب الأرض ويطلع بطيخ، خلاص هو كده حدد هويته وبقى كده راجل ويتجوز ويخلف والدنيا ماشية سهلة خالص. دخلنا العصر الصناعة تعقدت الأمور بعض الشيء. ثم في عصر المعلومات زاد التعقيد. ثم في عصر ما بعد المعلومات والذكاء الإلكتروني وما دخلنا فيه من تعقيدات زاد من ضغوط الشباب والمراهقين ومن إحباطاتهم، وبالتالي زادت أزمة الهوية. وكان مفروض بدل إنها ما تتشال من الديل السعين مفايف، لا يتأكد عليها عشان مشاكل هؤلاء المراهقين. طبعا في دراسات على أعداد زي ما انتم شايفين كده، 6483 مراهق سنهم من 13 ل 18 سنة، لقوا انه الافكار الانتحارية والتخطيط للانتحار والمحاولات بالترتيب ده 12 وبعدين 4 وبعدين 4% بالترتيب. هل فيه سمات تميز الاشخاص اللي عندهم رغبة في الانتحار وميول أكيدة في الانتحار؟ أيوة فيه. إنه يبقى منشغل دايما بفكرة الموت، دي نمرة 1. يبقى عنده ميل للعزلة والانسحاب الاجتماعي. لما يبقى لهش أصدقاء ولا أعضاء من الأسرة بتاعته مقربين، خلي بالكم من الحاجات دي عشان لما تبقى صاحبتك كده تخاف عليها، ما تعمليش زي اللي حصلت اللي في الست ستارز. لما يبقى فيه اضطراب عاطفي من الآخرين أو صدمة فيهم، لما ما بتبقاش تضحك على النكتة وما تتبسطش بالحاجات اللي كانت بتتابعها، كانت بتتابع مسلسلات ما بقتش، كان بيتابع ماتشات كرة القدم بطل نفسه تسدد، دي اللي بنقول عليها الأنهيدونيا، فقد الاهتمامات. التركيز على الفقد في الماضي والإحباطات والفشل في الماضي ده بينبئه بمستقبل سيء وبيخليه يكره الحياة. إنه يفكر
ان الاخرين وان العالم من غيره هيبقى كويس، فيبقى عايز ايه يعني كانه هو مذنب في حق العالم لانه مش قادر يسعد اللي حواليه، فعايز ايه زي الولد اللي في كليه هندسه وصيد سنتين ورا بعض، ده لما يصعد سنتين ورا بعض هيحس انه عنده ضمير بقى واد حساس، هيبتدي يحس انه هو سبب شقاء العيله بتاعته وانهم بيتعايروا بيه انه فاشل، فهيفكر في الانتحار. ايه اسباب الانتحار بقى؟ الاسباب غير الريسك فاكتورز، الاسباب الاكتئاب اهم اسباب الايه؟ الانتحار، لان ده عامل زي المصيده. اما يطلع الوالدين واللي فاكرينه كانوا معايا وانا بتكلم عن ظاهره الطلاق في مصر، لان انا الحقيقه بتستسرني المشاكل المجتمعيه اللي احنا بنعيشها. لما قالوا لي ان الطلاق معدله بقى طلاق في كل دقيقتين اتخضيت، وعملنا بحث بالاشتراك مع الزملاء والزميلات من الدارسين للسايكوثيرابي للعلاج النفسي معانا في باب الشعريه، عملنا البحث ده واتنشر في مؤتمر الجمعيه المصريه للطب النفسي، وقلت لكم في محاضره وحطيت لكم اسماء على النت عشان تشوفوه كلكم. فطلاق الوالدين عامل خطير جدا، العنف داخل الاسر، احساس بعدم القيمه. هو الواد اللي صعد سنتين في كليه الهندسه ده هيحس بالقيمه بتاعته؟ هو الواد اللي بيتم التنمر عليه في المدرسه الثانويه وبيضربوه العيال على قفاه ووالده متوفي ملوش حد يروح يقف للشخص ده ويوقفه عند حده، والتاني ابوه مثلا جامد شويه ولا معاول ولا بتاع، فده بلطجي وده مش بلطجي، فطبعا هيكره نفسه ويحس بانعدام القيمه. الرفض بواسطه الاصدقاء او الرفاق، تعاطي ماده، بعض موت حد قريب منه، لما يبقى عضو من الاسره تم انتحاره او شخص قريب منه، ده احد اسباب الانتحار. وهو التنمر اهو، قلت لكم الولد اللي في ثانوي وبيتم التنمر عليه من 2-3 رزلين، ده بيكرهه في حياته، وساعات يرفض يروح المدرسه ويقعد